الفنانة السورية إيمان عبد العزيز انحصرت بأدوار المرأة الطيبة ولم تشتهر مثل بنات جيلها ومعلومات لا تعرفها عنها. ملامحها توحي بالطيبة وقد منحت الأدوار التي تدور حول شخصية طيبة، إلا أنها تجيد أداء أدوار أخرى لكنهم لم يعطوها الفرصة التي تتمناها. الفنانة السورية إيمان عبد العزيز تبلغ من العمر 55 عام، وهي ممثلة سورية ولدت بتاريخ 12 من أغسطس عام 63. بدأت حياتها الفنية بالتمثيل في الدراما التلفزيونية السورية وذلك في العام 94. النجومية بالنسبة للفنانة إيمان عبد العزيز تتكون من 4 أشياء: الحظ والجمال والموهبة والدعم. الفنانة السورية إيمان عبد العزيز تميزت في أدوارها التي قدمتها ودخلت قلوب جمهورها سريعا وقدمت عدد كبير من الأعمال حتى الآن. الفنان الراحل طلحة حمدي وقف إلى جانبها في بداياتها، فهو من منحها دورا مهما في البداية ووثق بإمكاناتها الفنية، وعندما خشيت ألا تقدم الدور الذي أوكل إليها شجعها كثيرا ووقف إلى جانبها. قدمت الفنانة إيمان عبد العزيز أول أدوارها التلفزيونية بمسلسل أبو كامل الجزء الثاني تحت إدارة المخرج علاء الدين كوكش. في رصيد الفنانة السورية إيمان عبد العزيز التي بدأت مسيرتها الفنية منذ نحو 25 عاماً أكثر من 60 عملا دراميا، وعلى الرغم من أنه رصيد لا يستهان به إلا أن إيمان تعتبر أنها لم تمنح حتى الآن الدور الذي تستحقه. بل وتعتبر أنها ظلمت في هذا الوسط الفني لأسباب تبدأ عند كسل المخرج ولا تنتهي عند مزاجية المنتج. عدم الاهتمام بها في الوسط الفني السوري دفعها إلى أن تقدم دور الأم الذي غالبا ما كان يوكل إليها وبالتالي يؤطرها فيه وإن لم يكن برضاها. ومع هذا لم يمنعها التأطير من قبول أدوار كانت ترى أنها تستحق أفضل منها، وذلك لأسباب مادية بحتة. في بداية مسيرتها الفنية كانت تحصل على أدوار تعتبر مهمة وغنية، إلا أن الأمر تغير مع مرور الوقت حيث بدأ العد التنازلي وبدأ المخرجون يعرضون عليها أدوارا لم تكن ترغب فيها ولم تعتبرها مهمة. حيث قبلت في أدوار لم تكن ترغب في أدائها بسبب العامل المادي، فالأمور المادية كانت تدفعها إلى قبول دور معين. خاصة أنها كانت مسؤولة عن تربية أبنائها، أما الآن فهي حرة في اختيار أدوارها حيث كبروا أبنائها وتحسنت الأوضاع إلى حد ما.
الفنانة السورية إيمان عبد العزيز قالت في لقاء سابق لها عن عدم ظهورها مثل نجمات جيلها أنه لم يكن تقصيرا منها، حيث يجب على الجهة المنتجة أن تتكفل بظهورها كنجمة إلى جانب فنانات في مثل عمرها. وتضيف: لا أن يتم منح الأدوار لأشخاص محددين وحرمان الآخرين من أن يقدموا ما لديهم. عندما يقوم المنتج أو المخرج بقراءة النص يحدد مباشرة من يقوم بالشخصية الفلانية، وطبعا الأسماء هي ذاتها دائما لا تتغير على حد قولها. وتتابع قائلة: لذلك أؤكد أن التقصير ليس مني، وإن يكن فليمنحوني حقي كممثلة لأعطيهم أداء أفضل. الفنانة إيمان عبد العزيز عملت في مصر، وتقول عن عملها هناك: كان التعامل مع طاقم العمل في مصر مختلفا، فهناك وبكل صراحة وجدت اهتماما كبيرا وتقديرا لي كفنانة. وتضيف قائلة: حين أنني لم أجد هذا التقدير في معظم الأعمال السورية التي شاركت فيها، بل كنت أجد التهميش، ففي مصر يعرفون ماذا تعني صناعة نجم، أما في سوريا فهذا غير موجود. حيث شاركت الفنانة إيمان عبد العزيز في المسلسل المصري عابد كرمان، وقدمها بشكل مختلف كليا عما عهدته من أدوار الأم الحنونة في الدراما السورية. غابت الفنانة إيمان لفترة قصيرة عن الدراما، وكانت قد أوضحت أن غيابها لفترة لم يكن متعمدا من طرفها، بل بسبب قلة العروض. وحول المسلسلات الشامية، ترى الفنانة إيمان أن الفنانين يتجهون لها لأنها تجمعهم، مؤكدة أنه من الممكن أن تعود إلى مسلسل باب الحارة الذي شاركت بعدة أجزاء منه. ولعودتها لباب الحارة تشترط أن تعطى الشخصية التي تجسدها مساحة أوسع، ولو قاموا باللعب الدرامي على المشاهد لأنها لا تمانع بذلك. من أعمال الفنانة إيمان عبد العزيز في الدراما السورية: المحكوم، أحلام أبو الهنا، الزاحفون، بنت الضرة، حمام القيشاني الجزء الثاني، يوميات جميل وهناء، ثلوج الصيف، عائلتي وأنا، عودة غوار، دنيا، مرايا في العام 2000، قوس قزح، ألو جميل ألو هناء، أبناء القهر، الهروب إلى القمة، ليالي الصالحية، وباب الحارة وغيرها من الأعمال.